قام الإعلام بدور الجندي المجهول في الإعداد لخطة الخداع الاستراتيجي لحرب 6 أكتوبر 1973. فاستخدم الإعلام أسسا علمية سليمة في المحتوى الإعلامي لإجبار الرأي العام العالمي على تقبل هذه الحرب وطمأنة الرأي العام المحلي لقربها. في حرب العزة والكرامة كان حلقة الوصل بين حماة الوطن والشعب هو ناقل الخبر وليس صانعه دون تهويل أو تهوين. إنه الإعلام المصري الذي حارب عبر منابره وانتصر لإرادة وطنه. ففي عام الحرب المجيدة كان دستور الإعلام هو الصدق والسرعة والموضوعية في نقل الخبر، فكان المواطن أول من يستمع إلى مجريات أحداث الحرب، كما كان مرجعاً لأجهزة الإعلام العالمية بمصداقيته التي افتقدتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. طفرة كبيرة حققها الإعلام لتأكيد الثقة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، واختبار نجح فيه بعد أن خاض حرب نفسية قبل حرب السلاح لاستعادة ثقة الشعب التي فقدها إبان حرب 67. كما قام الإعلام الرسمي بدور الجندي المجهول في الإعداد لخطة الخداع الاستراتيجي بالتنسيق مع القيادة السياسية، إلى جانب استخدام أسس علمية سليمة في المحتوى الإعلامي لإجبار الرأي العام العالمي على تقبل هذه الحرب وطمأنة الرأي العام المحلي لقربها. ومع الدقائق الأولى لانطلاق ملحمة أكتوبر المجيدة، قام الإعلام المصري بنقل صورة حقيقية لما يدور من أحداث على أرض المعركة من خلال البيانات الرسمية للحرب وشهادات المراسلين الحربيين، إلى جانب استشهاده بأقوال القادة الإسرائيليين أنفسهم عن الهزيمة التي لحقت بهم والخسائر التي تكبدتها قوتهم. كما حرص الإعلام المصري على نقل ما تداولته الصحف الأجنبية عن الحرب، والتي اعترفت بسقوط أسطورة الجيش الإسرائيلي وتناولت اعترافات بعض الأسرى الإسرائيليين عن عنصر المفاجأة الذي حققته القوات المسلحة. هكذا قاد الإعلام المصري المعركة بشفافية ومصداقية واقتدار، ففاز بثقة الشعب واحترام العالم بأسره، واكتسب ريادة ميزته على مر العصور.